إلى الآن بسأل سؤال واحد، هو وين المخالف اللي يقول عنها أبو مهدي؟ هي الخيام ولا الأكشاك؟ واحدة منهم أنا أبي. المخالفة في سوء استخدام السلطة والتعسف في استخدام السلطة المخولة للعاملين في البلدية. يفترض هناك إجراءات قانونية محددة. أول شيء وضع ملصق على الخيمة، إن خلال 7 أيام أو خلال 48 يوم لازم تزال. مو خلال ساعة واحدة يتم بعدين الإزالة. حتى السيارات، إذا كانت أتي بطريقة صحيحة يشيلونها يودونها. قضية التكسير والإهانة وأكثر من ذلك. أنا راح أبين إن شاء الله في المجلس وشريط موجود، حتى إلغاء الأعلام والرايات والدوس عليها بطريقة فيها إهانة. هل ترضاها أنت؟ هذا المتصفين البلدية وفي مصورينها فيديو. اقرا البند الثاني، يحق للبلديه ازالته باي وقت بدون الرجوع. ما يحق لهم، مو كيفهم. مو كيفهم ديره بطيخ يشيل على كيفه. هو هذه العادات وهذه التقاليد والقضايا والممارسات الدينيه صار لنا مثل ما تفضل اخ عبد الوهاب 400 سنه. هي موظف نكره لا نعرف من وين جاي يشيل على كيفه. دوله فيها قانون وفيها فروعات قانونيه. عبد الله قاعد يطبق القانون. لا ما عبد الله النائب حمدان العازمي، كل شكر لك. وابو سالم موجود ان شاء الله يكمل، اذا في بعض الامور ما كانت واضحه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وندخل في الجزء الاخير من هذه الحلقه.